بدأ أم كلثوم و الأصابجي في رحلة كفاح طويلة استمرت 43 سنة زي ما قلنا، وعملوا أغاني زي ما شفنا الأغنية اللي فاتت دي، كانت أول تعامل وأول إنتاج بيجمع الأصابجي وأم كلثوم. وبدأت أم كلثوم شخصية كانت قوية وجبارة، الأصابجي معاها لكن بتغير بسرعة. ظهر الصنباطي، رياض الصنباطي، جابت رياض الصنباطي وبدأت تعتمد عليه. بدأ صاحبنا الأصابجي يتضايق ويشعر بالغيرة الشديدة، لكنه كان فيما يبدو بيحب أم كلثوم، فقرر إن هو يبقى موجود معاها على المسرح بأي شكل، مش شرط يكون هو المعلم، وفسح المجال لرياض الصنباطي. وبعد شوية دخل محمد الموجي مرة أخرى، وبدأ كل واحد فيهم ليه مدرسة، كل واحد فيه ليه طعم، كل واحد فيهم ليه طلة وليه بصمة على أغاني أم كلثوم. وكانت آخر أغنية، آخر ألحان محمد الأصابجي مع أم كلثوم، كانت أغنية رق الحبيب من كلمات أحمد رامي. رق الحبيب.